من شغلك دلوقتي؟ ايوه دلوقتي حاجة. المفروض انا بطلع 5 من شغل، ورغم كده قلت لابني، ابني صايم وقال لي تيجي ما تروحيش منتخبي عشان تحضري لي الفطار، قلت له لا برضه هروح انتخب واجي لك بعد 5:30. برغم انت جيتي في وقت الراحه، رغم جيت في وقت الراحه اللي واستنيتي في الشغل بدري، طلعنا بدري من الشغل الساعه 7. طب اسالك سؤال تقليدي، انت نازله ليه تنتخبي؟ عشان انا عايزه مصلحه بلدي، لازم انتخب عشان البلد تتصلح حالها. وجميل انت قلت لي، انا قلت لابني انا نازله انتخب عشانك. طبعا قلت له هما لازم ينزلوا ينتخب. بس هما بينزلوا بدري الصبح بينتخبوا، قلت له وانا مش اقل منكم، انا هطلع من شغلي انتخب والاكل يتاجل شويه.